مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نماذج. في هذه الحلقة نأخذكم إلى عالم الرياضة مع شاب أحب هذا المجال منذ نعومة أظافره. نعرفكم كيف يجري تداريبه بأساليب تقليدية في سطح منزله في ظل إغلاق الصالات الرياضية خوفا من تفشي الفيروس. اسم حمد عديد، من مواليد مدينة زايد، القاطن بحي عدويات حاليا. بديت أمارس الرياضة من الصغر، نقدر نقول لك 1995، إن كان متروحت إني ما بين 12 و 13. في الأول بديت حقا في الأول بديت واحد تيكواندو لمدة كانت عمري 7 سنين. من بعد درت العدو الريفي، حرصت على كثير من الميداليات، منها البطولة الجهوية الإقليمية والبطولة الوطنية المغربية. كنخفف النفسية ديالي كما شفتو هاد الفيديو، ومارس شوية ديال الحركات الرياضية في المنزل، منها البارفيكس، منها كما كنشوفو الدراجة، واللي ما عندوش دراجة ديال لاكورد، ديال لاكورد حسن. بعد شوية تراكسيو، شوية زابدومينو، لا سوبليس، وكما شفتو ديك الأدوات حنا نقولو البلدية، كرة ديال السيما ولا ديال التراب ديال فيها كوردة، ديك الجرة ديال البناية أنا كتعلق بديك داك الكادوس، وأنك هاديك الحركة تخدم بها جميع الدورسو، تخدم بها التريسيبس البيسيبس، يعني حاجة اللي بغيتها راها تما. كان بك الصباح دابا العمل، بعد العمل كنجي في قلة ديال العشية كنتغدى، كندير واحد القيلولة اللي هي ساعة قبل الربع في الساعة، كنصلي العصر، مول العصر إن شاء الله كنبدا نتحرك. حنا قاعدين المسيرة الرياضية في المنزل على ما يحل لنا هاد ممشي هاد الوباء بإذن الله، ونوليو تولي المياه إلى مجاريها. المعدات اللي كنمارس بهم الرياضة هي معدات بسيطة، أي إنسان متداول على الرياضة يقدر يدير هاد الحوايج هادو ساهلين، ما كيطلبوش شي أثمنة كثيرة ولا مثلا الباربيكس هاك شفتو كيفاش كتخدم، واللي ما كيعرفش راه في يوتيوب يدير يوتيوب شوف كيفاش كتخدم. المسائل الثانية أن باش تخدم التريسيبس والبيسيبس وهذاك ديال الدورسو المهم، هذاك عندك واحد الجرارة، الجرارة ديال البنية كل كيعرفها اللي كيطلعوا فيها الرملة كيطلعوا فيها لا. ودير له واحد الغاشو بلاصيها كما كما شفتو، دير له واحد الفيديو ديال الحديد فيه شويه ديال الرمله ثقيله ولا شي حاجه، على كاع حاجه ماشي على ثقيله غير ما كيدير الرمله، ودير لا كورد دير
ديك نقولوا فرين ديال الطوموبيل وتخدم بها تحطها في ديك الجراره وتخدم بها اي حاجه بغيت تما في اي نوع ديال الرياضه كتلقى في ديك الجراره يعني تخدم كل شيء المسائل. وبالنسبه للبيكتور راح نقولوا البيكتور هو الصدر تخدم به بالتراكسيون تخدم بالتراكسيون والباقي راه باين زابدومينو تخدمها بين البروغرام ديالهم. هذا الحصص اللي كندير في الاسبوع هي من الاحسن ومن الافضل ان الانسان اللي كيداوم على الرياضه انه يدير نهار واه نهار الحصه النهار غدا يدير روبو مو نهار واه نهار لا لان النهار هنا كترتاح فيه العضلات الجسم كيرتاح ومن تما كينمو على حساب ميسكيلاسيون نهار واه نهار لا احسن حاجه. النظام الغذائي مابقاش نخلعوا الشباب اللي مقبلين على الرياضه كيقولوا لا ما ترينيش حتى خصني ناكل الماكله اللي هي كت مع التريناج وكذا. لا شوف بعد انا كناكل عادي خضار فواكه اللي كناكلو ولكن كنتريني باش نحرك دوك الدهنيات اللي غادي يكون. نصائح نقولهم نصيحة الأولى هما نقول الشباب التزام أو مؤمنين الرياضة التزام بالرياضة في منازلهم بأشياء بسيطة ولو كما شفتوا الفيديو التالي. والنصيحة الثانية هي كنقول الشباب مقبلين على الرياضة أنهم يمارسوا الرياضة لأن الرياضة كتنهيهم عن تعاطي المخدرات وما جوارهما كما حنا سلكنا كما احنا بعدا كما كنكون بعدا على راسي بعدا بديت الرياضه صغير ما كانت عندي فكره انني نكمي ولا ندير شي حاجه ديال المخدرات. ونتمنى للشباب اللي طالعين حتى هما ينتموا للرياضه. الاستضافه اللي استضافوا في منزل المتواضع ديالي وكنشكر النادي الملكي والمدربين اللي قاموا بتوعيتي في الميدان اللي وجوني في ميدان الرياضه هو السبوزيه المهريه اللي يذكروا بخير حميش الراك مصطفى مهريه واللي نسيتهم اللي كانوا صاروا على الرياضه ديالي في ميدان اللي في التيكواندو اللي كان جميل المدربين كانوا يدربوني بصفة مهرية كندرب لي في عدو الريف اللي نقولو بوزنيا كان في التيكواندو شلا حميش الراك حتى هو كان معنا في جميع الرياضيين